قاتل عبد الرؤوف جمعة كريم، حياتي العسكرية 10 سنوات قتال. بعد كده أنا عشت في 2 سنين في حرب اليمن، بعد رجعت من حرب اليمن بعد نكسة 67، قعدت حوالي من 5 شهور تدريب. بعد كده رحت التحقت الكتيبة على الجبهة تبع الجيش الثاني. بعد كده المعارك الحربية، حرب الاستنزاف، يوميا حرب نهار ليل. كان مشترك فيه طيران، فيه مدفعية، فيه صواريخ أرض أرض، فيه طبعا فيه عمليات خلف الخطوط، فيه زرع ألغام. فيه الكتيبة قامت بعدة عمليات خلف الخطوط، في الكاب، يعني عملية الإمداد عن رأس العش، طبعا بقيادة اللواء عبد الحميد خليفة، كان قائد فصيلتي أيامها ملازم أول. كان معانا سيادة اللواء تميمي، كان معانا الشهيد سيد النجار، زملاتي يعني من الكتيبة. بعد كده بدأ طيران يضربنا في المنطقة دي من جزيرة البلاح لحد كبر الرفوة بتاع بورسعيد 2 شهر بالكامل. بعد كده يعني حرب الاستنزاف قصة طويلة، تقعد ساعة. هنروح الحرب 73، أثناء قتالي مع اليهود والكتيبة، يعني أنا أصبت بدفعة رشاش من على دبابة. بعد كده كان معي زمالتي حوالي من 9 أفراد، أنا قلت لهم أنا أصبت وأنتوا توكلوا على الله امشوا، فما رضيش يرد علي، خدوني معاهم انتظروا ورحت معاهم. مشيت في حوالي من 2 ساعة لحد الجبال العالية، وبعد كده يعني عشنا في المنطقة دي حوالي 9 أيام. بعد كده رحنا التقينا بالعرب، عشنا 7 شهور خلف الخطوط في المغارة. كان أكلنا وشربنا من عند العرب. بعد كده ربنا أكرمني وشفاني ربنا في حوالي 7 شهور دولة، وربنا أكرمني، وأنا والشيخ اللواء عبد الحميد خليفة ومعي عسكريين ومعي اللواء مجدي شحاتة، عشنا عند العرب 7 شهور وأنا مصاب. بعد كده رجعنا لبلدنا حوالي 30 يوم مشي من أبرديت لغاية القاهرة.